خليني اقول اليخاندرو مونيز ده اللي هيقود مباراه الحكم الرئيسي، يعني حكم الساحه اللي هيقود مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. اليخاندرو مونيز روير ده طبعا طاقم تحكيم اسباني، حكم الساحه هو اليخاندرو مونيير، عنده الحكم المساعد الاول هو دييجو سانشيز، الحكم المساعد الثاني هو فابيان بلانكو، ثم حكم رابع فرانسيسكو خوسيه، وحكم الفار او الفيديو اسيستنت ريفري هيكون سانتياغو خامي، وحكم الفار المساعد هو ميجيل انخيل اورتيز. طبعا ده طاقم التحكيم الاسباني اللي هيحكم ان شاء الله باذن الله مباراه او لقاء الاهلي والزمالك يوم الثلاثاء القادم.